أكيد في هذا الزمن زمن مهم، مثل ما قلنا أنه زمن الدعوة للذهاب إلى الجوهر. شيء واحد بس دائما أحاول أن أتأمل به، أكيد لما تعرفون الكتاب المقدس كتب باللغة العبرية، اللغة العبرية إذا تطلعون عليها كل كلمة كل حرف بلاهوت، مو كل كلمة، كل حرف. شيء عجيب غريب بهذه اللغة، بأنه بالفعل أنا مؤمن أنه الله كان يتكلم العبري. واليوم كلام يسوع عن الأب، عن المعلم، عن المدبر، بأنه دائما نروح على الجوهر، صورة المسيح صورة الله، بأنه هو الوحيد اللي علمنا، هو الوحيد اللي دبرنا، هو الوحيد اللي يكون أب كامل لنا. أب ككلمة هي جتي من العبرية آف، وإذا تنسبها لنفسك يقولون آفي، إحنا نقولها بالعربي أبي، بس آفي الألف باء اللي هي ألف بيت، هم حرفين عندهم، بس الحرف يعبر عن قضية. الألف ينرسم بالعبرية على شكل ثور، على شكل سلطة، ولهذا يقول لك الله هو ألف، الله هو الألف والياء، فهذا الحرف يشير إلى السلطة. الباء يصيحوها بالعبرية بيت، بيت يعني السلطة، اللي عنده السلطة على البيت. والياء اللي بالنهاية هي تجي من يد، اللي تعبر عن الامتلاك، يد. فهنا أخذوا اليوث صارت شنو؟ آفي يعني أبويا، ملكي. فهذه الكلمة واحدة تعبر عن علاقة، مثل هازبند، من تقولون هازبند يعني زوج، هذه كلمة جاية جرمانية يعني هاوس باند، يعني هو اللي يربط البيت كله. فأخذوا الكلمات، شو الكلمات ايش قد تعبر عن العلاقة، تعبر عن معنى. اليوم احنا من نشوف يسوع صدق يحكي عن الأبوة، أبد ما يعطينا مجال أن ننكر أبونا الأرضي، أو أنه ما نسمي رجل الدين بأنه هو الأب، بس لازم رجل الدين ما يسيء لهذا اللقب، وبنفس الوقت لازم يعيش بحذافيرة، حذافير الأب الابنة، مو أنه الأب اللي يؤذي ابنه. لازم نعيش حذافير الأب اللي كان ينتظر الابن الضال بالشارع، ذاك دا يتأمل دا يصرف ودا يتونس، وهذا واقف دا يبكي دا ينتظر عودة ابنه. هذا هو الأب الحقيقي، ولازم كل رجل دين يأخذ هذه الأبوة من هذا المثل بالشكل الحقيقي، يبكي على الخراف الضالة، يبكي على الناس اللي راحت، يبكي على الناس اللي ضاعت، يبكي على الناس اللي كانت تجي الكنيسة وما بدت الحشيشة عافت الكنيسة، يبكي على ناس خطأت وصارت مثل قائن، قتل أخوه قال خلي أشرد وعاف الله وعاف الدنيا كلها لأنه خطأ. اليوم إحنا لازم نتعلم الغفران، نتعلم أنه هاي الكنيسة هي للمرضى، هي للخطأ، بس لازم ينشفون، مو لازم يمرضون كل أهل المستشفى. فالأبوة أخوتي وأخواتي، الأبوة تعلمنا، التدبير يعلمنا، التعليم يعلمنا أنه ناخذ صورة يسوع كمثال. بهالحالة إحنا راح نكون شنو؟ قبس من نوره، نكون إشعاعات من شمسه، ما نقعد نفكر إحنا النور. شوف يوحنا المعمدان قال لست أنا النور، هو النور، أنا حايض. فاليوم نفس الحالة نجي للكنيسة، أنت أب، أنت معلم، أنت مدبر، أنت مسؤول على رعية الله، مو بس رجل الدين، كل أم وأب. ولهذا اليوم إحنا خلونا نفكر بأن المسيحية هي أعمق، هي الذهاب نحو الجوهر، السير إلى العمق، هي لازم تفكرون بها بأنها إمكانية حتى نلتقي بالله، حتى ما نستخدم القوانين والأشياء والأشخاص ونصعد نسويها بايات مثل الفريسيين. لا، عوفوا نظرية قشر الموز، الآخر الريدة عندنا بينه وبينه مصلحة، خلصت مصلحتنا، عفنا وحكينا عليه وسوينا قشر موز، أكلنا الموزاية وانتهت علاقتنا، لما تصير مؤسسة على المصلحة، علاقة كلها حب، كلها عاطفة، كلها رحمة،
ولهذا يسوع يتكلم عن هذا الواقع في مجتمعنا. فإذا أخوتي وأخواتي خلوها لحظات صمت نقعد نتأمل كلمة الله، نتأمل بالطريق إلى الله، ما يكون بالطريقة الفريسية بالبرستيج الفريسي، بس بعودة هذا اللص اليمين. حرامية، لصوص، كذابين، احنا منافقين، ماكو واحد بينا بالخفية ما سوى البلاوي، ولحد الآن لحد ينكر أنه هو قديس بالخفية، هواية أمور سويناها غلط. نفكر ويا رب عمد خفيتنا، اعطينا النعمة حتى نتقدس خفيتنا وعلنا واحد، ذاك الوقت راح نكون صدق، ما نحتاج اسم قديس، ما نحتاج هواية أمور، راح نكون قديسين ماشيين على أرض، حياتنا تشهد إن بأن يسوع موجود بها. لحظات صمت نتأمل في هذا.